تعالي بقى نشوف ايه الريسك اللي ممكن يحصل لك لو خدتي كمية كبيرة جدا من فيتامين A. لازم تعرفي في البداية ان فيتامين A من الفيتامينات الذوبة في الدهن، يعني بيحتاج لوسط دهني عشان اقدر ان انا امتصه واستفيد بيه، ولما بتزيد نسبته عن الحد المسموح بيبدأ ان هو يتخزن بنسبة 90% في الكبد، وفي المرحلة دي بيحصل تسمم، وبتسمى الحالة دي في علم التغذية بالهايبر فيتامينوزيس A. وبدل ما كان فيتامين A هيعالج لنا الشعر والبشرة والأظافر، هيبدأ يعمل نتيجة عكسية، وده هتلاحظيه نتيجة حدوث تساقط كمية كبيرة جدا من الشعر، بالإضافة كمان لتكسير الأظافر ومشاكل في البشرة. وبدل ما كان بيعالج لنا العظام وبيعمل على تكوينها، هيبدأ ان هو يعمل على تقليل كثافة الأملاح المعدنية في العظام، وبالتالي هيؤدي الى حدوث هشاشة العظام. وعشان كده يفضل ان احنا نركز على استخدام الفيتامينات والأملاح المعدنية من الأغذية اكتر من المكملات، ولو لجأنا للمكملات فيكون تحت استشارة طبيب علشان ما يحصل لناش مضاعفات.